تبدأ الاستعدادات لانطلاقة أول أشواط الصعوبة. ننتظر هنا الإعلان النهائي لانطلاقة هذه الأسماء. بسم الله وعلى بركة الله، مشاهدينا متابعينا الكرام، أعلنت انطلاقة أول أشواط الصعوب. نتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة والحاضرة هنا في كل التحديات في كل الصراعات. أتقدم مع المركز الأول، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والبداية مع المركز الأول. ما شاء الله بدايتنا مع شعار المخمري على المركز الأول، يقدم الشاهينية سالم بن سعيد بن مصبح المخمري قائدا لهذا الشوط، مقدما هنا الشاهينية على المركز الأول. المركز الثاني القادم على المركز الثاني وزن أحمد بن سلطان بن سويدان الغفيلي القادم هنا الغفيلي على المركز الثاني. والمركز الثالث وصول من قبل العالمية علي بن سعيد بن سالم البثرة الخاطري مقدما العالمية، كذلك وصول من قبل الطيارة عبد العزيز بن حسن بن غليطه الغفلي القادم بن غليطه، ولكن عوده مع المركز الاول، عوده مع الصداره، عوده مع المخمريه، المخمري والغفيليه، المخمري والغفيليه، معركه ثنائيه، معركه ثنائيه ما شاء الله. شوف 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 القادمه في هذه اللحظه ما شاء الله، العالميه العالميه ما شاء الله. البثر الخاطري بن البثر الخاطري علي بن سعيد بن سالم البثر الخاطري، سلامي للسوان شعار اولمبي، ياتي هنا مع اول اشواط الصعوب. تهانينا والناموس لمالك العالميه، لمالك العالميه علي بن سعيد بن سالم البثر الخاطري، سلام يا السوان سلام. المركز الثاني وصل شعار الغفيلي على المركز الثاني، والمركز الثالث وصل شعار المخمري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. التوقيت الزمني 2:10 هو توقيت العالمية، والنوعيات الفريدة تأتي هنا مسجلة. التوقيت الزمني ما شاء الله علي بن سعيد بن سالم البثر الخاطري، سلامنا إلى السوان يتجه مع العالمية.